الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الفنان عزة العلايلي اليوم الجمعة. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان نعرف التفاصيل والسبب الحقيقي مع بعض. اهلا بيكم في قناة نجوم ومشاهير، ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. يلا بينا نبدأ الفيديو. الكشف عن سبب وفاة الفنان عزة العلايلي. كشف نقيب المهنة التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي أسباب وفاة الفنان عزة العلايلي صباح اليوم الجمعة، وأوضح في تصريحات لجريدة الوطن المصرية أن الفنان الراحل توفى في منزله بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة، مضيفا أنها تواصل معه منذ يومين بالضبط وكان في حالة صحية جيدة. وأوضح أشرف زكي أن جنازة الفنان عزة العلايلي ستشيع من مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند. وقال محمود العلايلي نجل الفنان الراحل عزة العلايلي لجريدة الوطن إن جنازة والده سيتم تشييعها عقب صلاة العصر من مسجد المروة في دريم لاند من مدينة 6 أكتوبر. وبكده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. كانت معاكم قناة نجوم ومشاهير.